السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي الأصدقاء. نواصل تصحيح تمارين درس تقديم الأعداد من 11 إلى 20. وصلنا للتمرين الثامن. معنا عبد الرحمن سيساعدنا في إنجاز التمارين. اقرأ عبد الرحمن السؤال. أملأ الجدول. نعم، اقرأ هذه الكلمة. العدد. نعم، هذه اقرأ. قبله مباشرة. مباشرة، قبل العدد مباشرة. وهنا بعده مباشرة، أليس كذلك؟ بعده مباشرة. تسعة قبل العدد تسعة هناك ثمانية، وبعد العدد تسعة هناك عشرة. بنفس الطريقة نحن سننجز بقية يعني سنكتب بقية الأعداد. إذن هنا تسعة عشر قبل تسعة عشر مباشرة، معلش، بعد تسعة عشر، عندما نقول سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. إذن علينا دائما أن نكتب هنا عشرون. ستة عشر الذي يأتي بعد ستة عشر نقول مثلا خمسة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، ثم احسب قول 15 14 15 16 كمل 17. 17 17 هنا مثلا نقول 9 10 11 ثم 12 هنا بعد 17 احسب وفش 18. أحسن، 18. إذن هنا العكس، يعني هنا تنجيو هنا اللي قبل من 19، اش كاين اللي قبل من 19؟ معليش، اش كاين اللي قبل من 9؟ ثمانية عشر. أحسنت، ما شاء الله. ثمانية عشر، إذن ثمانية عشر هنا قبل ستة عشر أو قبل ستة؟ قبل من ستة أشكي بلن تقاحيد واحد وقبل من ستة 15. أحسنت، قبل 11 قبل 11 حاول 10. أحسنت، قبل 17 قبل 7 ستة عشر. ستة عشر ثم بعد ذلك نجيز التمرين التاسع. اقرأ. أكمل ملء الجدول كما في المثال. أكمل ملء الجدول كما في المثال. رقم الوحدات 7 وسبعة، مثلا انظر 17 رقم الوحدات هو 7، ورقم العشرات هو 1،
مفهوم؟ شحال من عشرة عندنا هنا؟ عندنا جوج عشراوات؟ انظر احسبو 17 من 10 دابا 17 رقم الوحدات هو 7 رقم العشرات اقرا لي بعد هادو هاد الكلمات هادو رقم الوحدات ها هذا نقزوه نخليه حتى الاخر هذا رقمه رقم العشرات أه. رقم عدد العشرات رقم الوحدات سهل دابا نبقى نكتب رقم الوحدات ورقم العشرات رقم الوحدات تيكون على اليمين ورقم العشرات على اليسار ياك رقم الوحدات هنا اش بسرعه سهل جدا على اللي على اليمين شحال شنو هو قول لي الرقم اللي على اليمين 20 لا على اليمين ديال 20 هذا الرقم كامل كاين واحد هذا على اليمين وهذا على اليسار هذا الوحدات هذا العشرات الوحدات هنا شنو هو هو صفر ياك رقم العشرات كلشي انا عمرها كلها صفر لا رقم العشرات هو 2 مفهوم رقم الوحدات هنا اش 15 دابا عبد الرحمن راه الدوري سهل تقول لي غير واحد الرقم اللي على اليمين واحد اللي على اليسار ما فيش شي حاجه كاين شي صفر هنا عبد الرحمن مثلا عطيتك 18 8 10 غنقول لك رقم الوحدات غتقول لي 8 تقول لي رقم نقول لك رقم 10 تقول لي 1 عطيتكم 5 عطيتك مثلا 40 مثلا واخا حنا ما وصلناش 40 قلت لك الوحدات غتقول لي 0 قلت لك 10 تقول لي 4 مفهوم اي عدد عطيتو لك مثلا 31 31 قلت لك رقم العشرات رقم الوحدات تقول لي 1 رقم العشرات تقول لي 3 مفهوم يلا رقم الوحدات هنا 5 احسنت رقم العشرات هنا فاديني تفضل 15 10 رقم العشرات 1 1 احسنت هذا هو الجواب رقم الوحدات هنا 3 احسنت رقم العشرات 1 احسنت رائع جدا جميل جدا تبارك الله مزيان عدد العشرات مثلا 17 عدد ديال العشرات ايوا اسمعني مزيان عدد العشرات شحال من عشرة كاين عندنا هنا 17 17 ديال 10 باش نقولوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 دابا في هادو انا هي 10 الاولى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ياك هذه 10 الاولى واش كامله عندنا 10 هنا لا عندنا غير 7 اذا شحال من 10 عندنا في هاد 17 شحال من 10 عندنا وحدة عندنا وحدة داكشي علاش كتبنا هنا واحد مفهوم هنا 20 شحال من 10 عندنا جوج اثنان احسنت رائع تبارك الله عليك هنا 15 شحال من 10 عندنا نديرو نفس الطريقة ثلاثة ثلاثة ديال العشرات شوف انا نعاودو نفس الطريقة نديرو العلامات ها واحدة ها جوج ها ثلاثة ها اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش ثلاثاش اربعتاش خمسطاش غنحسبو سبعتاش لا لا حنا بغينا غير خمسطاش وغادي ندورو على عشرة واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هاهي عشرة اذا في هاد الخمسطاشر علامة اللي درت هنا 15 شرطه اللي درت شحال فيها من 10 فيها جوج عشرات ولا ثلاثه ولا شحال وحده وحده اذا غنكتب وحده هنا فهمتي 13 شحال فيها من 10